الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، هذه الدنيا ليست الجنة، هذه الدنيا دار بلاء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أحبابنا الكرام، من الواجبات القلبية الصبر على تحمل ما ابتلاك الله به، بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه الله بسبب المصيبة. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة، فمنهم من يقع في الردة عند المصيبة، ومنهم من يقع في الحرام عند المصيبة، كجلب المال بطريق محرم كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر، باكتساب المكاسب المحرمة ومحاولة الوصول إلى المال بالكذب ونحوه، والعياذ بالله. فاصبر يا أخي على ما ابتلاك الله به محتسبا، ولا تضيع الأجر والثواب بترك الصبر، ولا يلعب بك الشيطان بوساوسه المخزية وألاعيبه الهدامة التي بعدها الندامة. ثم إن البلاء إذا نزل بالمؤمن والمؤمنة فصبرا كفرت عنهما الخطايا والآثام، لما ورد في الحديث الشريف: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذي. واعلموا رحمكم الله أن الصابرين أعد الله لهم الثواب العظيم والأجر الجزيل. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبروا يا أحبابنا عند نزول البلاء والمصائب، واعلموا أن التضرع إلى الله بالدعاء سبب لتيسير الحال، وأن الصلاة مزيلة للهموم كاشفة للغموم، فتمسكوا بها ولا تتركوها، وتذكروا أن ذكر الله أنيس المكروبين، فاذكروا الله كثيرا، وتذكروا أن الاسترجاع عزاء لكل مصاب. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. واعلموا أن الاستغفار سبب لتفريج الخطوب، فاستغفروا الله، وتذكروا أن التوبة تحط السيئات وتفرج الكربات، فتوبوا إلى الله، وتذكروا أن التزود من الطاعات تفرج الهموم والغموم، وأن الصدقة والبر وصلة الرحم سبب لزوال المحن، والله وعد عباده بالفرج بعد الشدة، وإذا اشتد الكرب لاح الفرج إن شاء الله. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وعند البلاء صابرين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.